الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. ما أنا دقيرة ولا توقع للتم مع الإيمان اللي قمت نقول ألا ولي هندوم قمت نقول دفتري. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. قوم يندنغا دندنغا الدفت تشيبنا الإمرك أسمري. نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى ماثل كلام الخلق. فلت وندم أن دفت تشيبنا لك الله وولي أن دفت فهم الله نو وولي كن هاني وولي دنوم هل على نائن ما نكون قل الله نندا يكون قل تقول وأنها منزلة لا مخلوقة. أنت وندم أن دفت كلك تشيبنا كهوري يبدي تشيبنا. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. الله فيل تنقل وندم الله ونجيبني إمره وندر كلا أن بايو دفتره. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. فيل تن قمتن وندم قال الله ونصفي صفني إمره دفتره وجيبني لو يتي إلا مجد. القرآن ونجا مجد القرآن. والتوراة كان يوم دفتره وجيبنا نجا من التوراة. والإنجيل نجيا دفتر تشيبنا الإنجيل والزبور كنيما نجيا دفتر تشيبنا الزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام كنيما نجيا دفتر تشيبنا صوف إبراهيم كنيما موسى. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب. فلتن قمت إن كري وندما دفتر نياوجي كوني مورو قمت إن أنهم فب كنيما كهم بيتارك دفتر وندما نون قرآن نون ريوي النياوجي فب. فلا نطالع هذه الكتب وأن المطالع القرآن والسنة والله أعلم. دين دفتر وندلوندين وجراهي إندارة هنكارك ونون قاتون جنون مجيكم فوق نون القرآن جنون القرآن ونكو يامرين القرآن ونكو جنجتينكم.